لا مش حلو. ده يا بنتي شكله عادي، وبعدين بصي مش مظبوط واسع من هنا كده. واسع ايه؟ البنت رايحه تعمل انترفيو في بنك مش في كباريه. بقول لك انت وهي، انا اصلا البتاع ده مش عاجبني ومش داخل دماغي خالص. انا بفكر بقى في البنطلون الكحلي. الله، مش قلتي ان هو مش عاجبك؟ هيعجبني. بصي انا بفكر اخد عليه الجاكيت البني ده، بس هو لارج. بقول لك يلا تدوري لي بقى على السمون وتجيبه لي، اوكي؟ وتيجي تاخدي مني البتاع ده. يلا بسرعه يا لولو. انا مش مصدقه نفسي. انا رايي كمان ان انت بقى ترتبي المكان وتسيقي البلاط. يلا بقى بسرعه يا لولو. لا وانت دمك مش خفيفه على فكره. كويس قوي ان شادي جاي من هنا. بقاله كام يوم قافل على نفسه. معاد عمليته مقرب، ده حقه يخاف طبعا. هاي ايه اللي واخد عقلي؟ لا انا سرحت في موضوع شادي ده.